طالب اللواء جبريل رجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مؤتمر صحفي عقده برام الله اليوم بتأجيل المباراة المنتظرة بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا لأسباب لوجستية. الجدير بالذكر أن المباراة كانت من المقرر أن تلعب يوم الاثنين المقبل. أعطونا ديدلاين الفيفا، اتفقنا وودينا رسالتنا. الآن مش أنت اللي بتقرر ولا أنا اللي بقرر، هسا بدي يجي مراقب المباراة يوم المباراة، إذا قال يصلح أنا أحكي لك شيء. واحد، إحنا حاولنا نحكي مع الاتحاد السعودي إنه نأجلها بعيدا عن هذا الموضوع.